لازم نحمد الله لأنه أولادنا بخير. تصوري لو كان لسه ببيتنا وطول الوقت وشنا بوشه، معناتها كان ناطر فرصة ليعمل عملته. وكندا المسكينة كانت عم تلحقهم كمان طول الوقت، كانت عم تترجاها لمرته لتحكي لها عن ابنها كمان، وبالأخير يطلع القاتل هو زوجها نفسه. شو صار معكم؟ عالطريق قربنا نوصل. ديروا بالكم لا تخلوا حدا ينتبه عليكم. لا تاكل هم يا بيك. ماشي، إذا احتجت شي دق لي. أهلين رشاد بيك، تفضل. شكرا. ليكو وصل. هات عنك. بس لا أخذ الموبايل. تفضل يا بيك. شكرا لك. أنا آسف لا تواصلوني، تأخرت. اليوم تعبنا كتير، طول النهار ما هدينا، عم نركض من هون لهون. بس كيف خطر ببالك إنه تعزمنا؟ ليكون عم نحتفل بالخلاص من مصطفى؟ هالشي ما أجى على بالي حياتي، بيكفينا طول الوقت بقلق ومشاكل وسترس، خلينا نلتفت لحياتنا وننبسط شوي. مثل ما بدك. وينه منير؟ مو على أساس جاي معك؟ هو كان جاي معي بالطريق على هون، بس فجأة طلعت له شغلة مستعجلة. انتو شو صار معكم؟ شو قررتوا تاكلوا؟ لا حبينا نستناك. ايه لنشوف شو عندن اليوم على العشاء. زين تعال معي، بدي اخذك لتحت بلا ما حدا يشوفك هون. أهلين. شو بك؟ طمن، ما في حدا هون، الكل برات البيت. شو بقول الكلب ليش عم يعوي اليوم؟ ايه اكيد حس انه في حدا غريب بالبيت. لك الكلب حس وعمي الوحيد اللي ما حس، ما بيعرف قديش خطيره هالخطوه. ايش في حل تاني قدامنا لك عثمان؟ نحن مضطرين نخبيه عنا هون. طيب انا رايح، بتكون حبيبتي ناطرتني وما بدي اتاخر عليها. لك العمى شو طيتك انت؟ حتى بهيك اوقات عم تفكر فيها؟ يا احسن ما ضلني قاعد بالبيت وفكر بمصطفى، خليني اروح لعنده وانبسط. شب انا على قليلي عندي مكان رحله، بس انت يا حسره عليك. يلا سليم أنا رايح، تصبح على خير. بدك تتحمل، صحيح المكان مانو مريح بس بدك تدبر راسك. ميار رح يجيب لك تخت لتنام عليه وأكل وشرب كمان. بالمناسبة لقطوها لمرتك، استقبلتها الشرطة بمطار ترابزون أول ما وصلت، وهلأ رح يرجعوها على اسطنبول. بجوز الليلة يحققوا معها وما يستنوا للصبح.
صعب الواحد تجي الضربة من أقرب الناس إله من مرته أم ابنه. طالما هربت ما كان رح تخبر عني. ادعي لربك منير ما تعترف لأنها بتعرف شغلات كتيرة. عندها علم باللعبة اللي لعبتوه علي كمان والطريقة اللي خليتوني اعترف فيها. رح يسألوكن ليش ما بلغتوا وليش ضليتوا عم تحموا للمجرم. عندها علم بكل خطوة خطيتوها وكل لعبة لعبتوها هي عندها خبر فيها. وهي بتعرف كمان انه كنتوا تابعين معي كل شي صار من البداية. ولهيك نحن عم نخبيك عنا بالبيت. نحن بحاجة بعضنا وما بدنا اي تصرف غبي مصطفى. شوف شو لازمه. ماشي. ما فينك تتحرك خطوة ولا تطلع فص وتروح من هون لهون. ايه؟ لأنه ما في حدا غيرنا بيعرف انك انت متخبي عنا بالبيت هون. خد المفتاح وقفل على حالك من جوا. مسك. أنا معي نسخة منه. يلا عود ارتاح شوي. شبه هاد ما بده يخرس. خالو. نعم. شو صار؟ أما أنت على الضيف وبدي روح. لوين؟ رايع على المغفر. هلا بتوصل هاجر فلازم أكون هنيك. خلو حتى عثمان راح، يعني بدك تتركني بالبيت لحالي معه؟ لا تخاف سليم، الزلمة يلي فيه مكفيه هلأ. خلو ما بصير هيك؟ لا بصير يا ابني، نحن مضطرين نتحمله بهالفترة هاي. خلو والله هذا مو حكي. اطمن لا تخاف، حط ايديك ورجليك بمي باردة لك ابني. ايه الحكي سهل. يلا بخاطرك.